مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم معنا مرة تانية في سلسلة حلقات كن في أمان. يمكن استعرضنا مع حضراتكم الكثير من الحلقات الخاصة داخل مدارسنا، ويمكن قلنا لحضراتكم أن احنا استهدفنا مدارس التعليم الفني، لأن طبعا وجود الآلات والمعدات يحدث هناك بعض الإصابات وأحيانا الحوادث، ولذلك احنا بنسلط الضوء تملي على الأماكن اللي هي ممكن تبقى بنسميها أماكن ذات خطورة، لأن معظم التعليم العام زي ما حضراتكم عارفين ربما يكون فيه بعض معامل خاصة بالكيمياء والفيزياء والحاسب الآلي، وإلى حد ما بنعتبر نسبة الخطورة معدومة أو قليلة. لكن احنا لما بنبتدي نتوجه بالسلامة والصحة المهنية داخل مدارس التعليم الفني بنقول ان احنا عايزين نقلل من نسب الحوادث والإصابات داخل التعليم الفني، ولذلك النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم على أسباب الحوادث أو الإصابات داخل الكثير من مدارس التعليم الفني. ولكن في البداية اسمحوا لي نرحب بالبشمهندس ياسر عيسى، معلم خبير سيارات. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا وسهلا. يمكن حضرتك سمعت معانا في المقدمه، احنا يعني لا نستهدف تعليم بعينه، انما احنا نتحدث على التعليم كافه، ولكن احنا هنا بناخد مواطن خطوره فين. ربما يكون التعليم العام زي ما انا اشرت معمل او اتنين او ثلاثه ما بيكونش فيه خطوره عاليه، انما انا حتى داخل المدارس الفنيه الصناعيه طبعا في عندي زراعي، في عندي تجاري الصناعي، أنا بستهدف حتى الورش ذات الخطورة العالية، ويمكن الأقسام الميكانيكية تحديدا هي أعلى نسبة خطورة. لذلك يا باشمهندس اسمح لي احنا هنشوف الفيديو ثم نبتدي نتحدث مع حضرتك عن أسباب هذه الحوادث. شوف كده مع بعض الفيديو. طبعا احنا شفنا الفيديو مع بعض، مجموعة اخطاء سواء مثلا الشانون الدرج اللي منسي فيه، سواء اللي كانت بتقطع بالمشرط او القطر، سواء اللي هو جه يشيل الكفر بتاع السيارة، يعني مجموعة اخطاء اللي كان بيعمل عملية معينة في الاسقف وما امنش المكان، كل ده اللي احنا بنسميه اصابات العمل. طيب انا يمكن عايز ابتدي مع حضرتك من البدايه، هل ان ممكن يكون المتسبب فيها عدم وجود تعليمات وارشادات، ولا المتسبب فيها هو اسباب شخصيه للمدرب، يعني او اسباب شخصيه ونفسيه للمدرب؟ تمام، منين نبتدي؟ هو طبعا في الاول خالص يعني نقدر نعتبرها يعني في الاول اسباب شخصيه، دي اول حاجه نقدر نتكلم فيها. هي طبعا اسباب كتيره، يعني اولها الاسباب الشخصيه. الاسباب الشخصيه ديت بتتوقف عليها عوامل كتيره جدا. اول حاجه اللي نقدر نقول اسباب صحيه، تمام، واخد بال حضرتك؟ يعني ممكن زي ما احنا شفنا كده اهوت واحد ماشي
كان جاي من الشغل، كان جاي الشغل تعبان مش قادر يعمل حاجة، فابتدى ابتدى العمل بتاعه نتيجة أي حدث معين وقع، يعني أدى لحادثة. واخد بال حضرتك؟ نقدر نقول التعب والإيجاد، يعني الواحد كان جاي تعبان برضه أو مجهد برضه أدى لنفس الوقع. أو ممكن يخش فيها العامل النفسي، والعامل إن هو النفسي جاي في حاجة شغلاه وبالتالي ما فيش تركيز عالي داخل منطقة العمل، وبالتالي هو ممكن يؤدي لكارثة ليه أو للي حواليه أو الاثنين مع بعض. ونقدر نقول برضو عيوب حواس، يعني ممكن مثلا النظر قل نتيجة كبر السن أو كده، فأدى برضو لنفس وقوع الحادثة. ونقدر نقول برضو قلة التدريب والخبرة، طيب ودي عليها عامل كبير جدا. طيب ده برضك بيدفعني، يعني المفترض ان انا داخل منطقة العمل المفترض يبقى عندي نوعين من الملاحظة. تمام. في ملاحظة احنا بنسميها الملاحظة الارشادية، تمام، ان انا بحط لوحات بحط تعليمات، وفي الملاحظة اللي هي الذاتية الخاص بيها المدرس المسؤول عن عدد معين من المتدربين، تمام، على اعتبار ان هو بيسيبهم يشتغلوا ولكن في مراقبة، تمام، بحيث ان انا اقدر اشوف في خلل. المفترض ان بيتم اعمال معينه في خلال فتره معينه، هل بتتم فعلا ولا في خلل؟ هل نعتبر الاثنين مع بعض صح ولا لا؟ لا بالظبط كده زي ما حضرتك ما قلت كده. هي طبعا احنا قلنا في الاول خالص ان يعني العنصر البشري دوت ده الاساس، يعني الشخص اللي هو المتدرب او اذا كان طالب هو ده الاساس في العمليه كلها. طبعا احنا اتكلمنا عن العامل الشخصي، العامل الشخصي قلنا ممكن يكون اهمال، ممكن تكون حاله صحيه، ممكن تكون حاله نفسيه، ممكن قله تدريب وخبره. واخد بال حضرتك؟ تاني حاجه او هل ممكن يجتمعوا كل دول مع بعض؟ ممكن يجتمعوا. ممكن يجتمع. واخد بال حضرتك؟ تاني حاجه ظروف العمل، ظروف العمل بمعنى. نفسها، ظروف العمل بمعنى مكان العمل، هل هو مكان العمل ده هو السعة الاستيعابية دي، المساحة اللي هيتدرب فيها الطلبة اللي هم المتدربين، عدد النوافذ، الإضاءة، كل ده كله مرتبط بمكان العمل. واخد بال حضرتك؟ نخش حاجة تانية اللي هي مناخ مكان العمل من حيث الحرارة، الرطوبة، التهوية اتكلمنا عنها، دي كلها خاصة بتقليل الحوادث. يعني لو أنا اهتميت بكل المنظومات دهيت الحوادث نفسها هتقل. تقل. يعني لو احنا جينا نجمل الكلام، تمام، ان احنا نحطه في اطار ان توفر اشتراطات السلامة المهنية للمكان. تمام. يعني حضرتك تفضلت سواء كان اضاءة طبيعية وصناعية، سواء تهوية طبيعية وصناعية، تمام، سواء المساحة اللي تتناسب مع التجهيزات الموجودة، مع تمام، البرامج اللي هيتم، مع الطاقة الاستيعابية، عدد المدربين والمتدربين. تمام. يبقى كل ده بيخش لي في اشتراطات السلام. على فكرة الجزئية دي يا باشمهندس، في ناس بتعتقد ان في فرق ما بين التجهيزات دي، ان لما باجي اعمل تصميم لورشة او لمدرسة، واشتراطات السلام. ده انا عايز اقول لا، الاثنين مرتبطين ببعض، او يجب على المهندس اللي هو المهندس التصميمي ان يكون ليه مرجعيه بيرجع الى متخصص في اعمال السلامه، حتى ان انا اضمن ان بناء المكان سواء ورشه او غيره بناء على اسس سليمه او معايير متفق عليها سواء محليا او اقليميا او دوليا. اتفضل يا باشمهندس. وبرضه لو يعني قدرنا نتكلم في الجزئيه اللي حضرتك تفضلت بيها، ان لو بصينا للتكلفة اللي هقدر اعمل بيها السلامة المهنية كلها، وشفت التكلفة اللي هي اللي ممكن تحصل ناتجة عن حوادث، واخبرك هلاقي التكلفة ديت اقل من دي بكتير. اكيد. واخبر حضرتك يعني هلاقي التكلفة ديت اقل من دي بكتير. تالت حاجة المعدات، لازم المعدة اللي هشتغل عليها تكون آمنة وعامل لها الصيانات الدورية اللي هي ما تعطلش، يعني مش لازم استنى ان الاله تعطل على اساس ان ابتدي اعمل لها صيانه. لا، ابتدي اعمل لها الصيانه اللازمه. يعني احنا عايزين نحقق فيها اشتراطات سلامه، تمام، ويبقى ليها جدول الصيانه الدوريه. الله ينور عليك. تمام كده. رابع حاجه تجهيزات الالات والمعدات، يعني انا لو عندي اله
فالبيع حد قاطع زي المقصات وخلافه لازم يكون لها حواجز، بحيث ان انا اقي المتدرب ان هو نتيجه شرود الذهن او اي حاجه من الحاجات دي كلها ان هو ايده ما تجيش تحت الاله القاطع. تمام كده. تمام. طب اسمح لي، انا عندي يعني في صوره كده، الاول صوره كده نشوفها مع بعض. يعني الصوره يمكن بتتكلم على خلل في بيئة العمل، سواء ان هو استخدم معدة لقطع حاجة فيها كهرباء دون ما يكون معدة مثلا معزولة، حاطط فيش الكهرباء تحت سجاد وده خطأ، استخدم الدريل في ثقب جزء من الجدار وكان فيه اسلاك وقطع الاسلاك وعمل طبعا يعني تلامس كهربائي، وبعدين الصندوق واضح ان يعني امام الصندوق بيدور على حاجه معينه وعمال يرمي في القطع. تمام. انا يعني هل تعتقد ان بيئه العمل الغير منظمه سبب من الاسباب القويه جدا للاصابات والحوادث؟ تمام. ولذلك نقدر نقول ان التدريب على الاساليب المثاليه ده اساس ان انا ما اقعش في اي حادثه، ان انا ما اعملش حوادث. يعني لازم حتى المتدرب ده او المدرب دوت يعتبر ده القائد. القائد بمعنى ان هو لازم يكون قدوة للمتدربين، بحيث ان لازم يكون يلبس الزي بتاعه اذا كان في واقي. يعني انت حضرتك بتجيبها من الاساس. تمام. المدرب قبل المتدرب. قبل المتدرب. ما انا ما ينفعش ان انا اقول للمتدرب انك لازم تلبس قفاز، لازم تلبس كمامة، وابتدي انفذ العملية من غير ما البس القفاز، يبقى اصبح كده مفيش مصداقيه في الكلام بتاعي. تمام. يعني لازم انا كمدرب اطبق على نفسي بالظبط كده، وبالتالي اطلب من غيري. تمام. انه ابتدي يمتثل ويطبق تعليمات السلام. تمام. يبقى ديت من ضمن الاسباب اللي هي ما تؤديش لوقوع اي من الحوادث، وخبر حضرتك في بعد كده هوت الوسائل الارشاديه والتعليمات، ودي الاساس. دي ممكن سواء كانت معلقة أو تمام. توعوية. تمام. داخل محاضرات معينة. تمام. ومعنى كلمة معلقة، أنا ممكن أعلق الإرشادات ومع مر السنين يحصل نتيجة التربة أو خلافه، واخد بال حضرتك إن هي يعني تطمس. تمام. تطمس المعالم. لازم أجددها، وفي نفس الوقت أي آلة أو معدة لازم أحط وراها الإرشادات الخاصة بالمعدة نفسها. انا عايز اوصل للجزئيه ديت. يعني انا بقول ان احيانا ممكن قراءتي قبل وصولي للمعده ده ممكن يفيدني. تمام. يعني ممكن يفيدني سواء كانت تعليمات تشغيليه للماكينه نفسها او تعليمات امنيه. تمام. ان ممكن يحدث من الماكينه كذا فكن حذر اعمل كذا. تمام. لكن انا يعني خلينا نتكلم بواقعيه. كثير من مدارسنا لا يهتم بوجود اللوحات الارشاديه خلف الماكينات. هل الكلام كده صح ولا في تجني؟ لا هو للاسف يعني الطلبه او يعني مش عايزين. طب هل اللوحات دي مكلفه؟ انا بعتقد ان هي غير مكلفه. لا غير مكلفه. يعني احنا لو دخلناها في النشاط، يعني لو قلنا مثلا ان كل مجموعه من المتدربين مع المدرب عمل حاجه نشاط، وحتى ممكن اعمل له حاجه من انواع التحفيز. تمام. ممكن تحفيز معنوي، ممكن ياخد درجه، ممكن ياخد تميز. تمام. ممكن ياخد شهاده. تمام. يعني الامر بسيط. يعني احنا نفسنا ان فعلا يؤخذ الموضوع ده ماخذ الجديه. تمام. ويتم تنفيذه. تمام. وهو ده الاساس اللي بيتربى عليه المتدرب، يعني ان هو يلتزم بجميع الارشادات والتعليمات بحيث ان يحقق في الاخر ان يقلل من وقوع الحوادث. طيب اسمح لي، ان في صوره يعني جميله قوي انا بسميها صوره جامعه بتجمع لكل. شوف حضرتك. تمام. هو جايبه شكله جميل ولبسه، وبعدين حاطط حواليه كل ادوات السيفتي. او بالظبط كده. بالظبط يعني كده. انا بقول فيها ايه لو اتحط صوره زي كده. يعني حتى كعمل داخل اي ورشه، يعني مش شرط بقى داخل ورشه معينه بعينها او ان انا ورا ماكينه، لا تتحط كنوع من انواع الارشاد والمحافظه عليه. تمام. بحيث تعرف المتدرب بالسيفتي كله، بحيث ان هو يقدر يلتزم بيها. وطبعا بيختلف من عمل لتاني ومن اله طبعاً لاخرى. طبعا يعني. طبعا. يعني ممكن نوع السيفتي اللي يرتديه امام الاله دي ما يتناسبش امام اله تانيه. تمام. طيب الصورة اللي بعديها كمان أنا يمكن بتأكد معنى الصورة الأولانية، اللي هي بتبين أن أحيانا ممكن يحصل سقوط
اي شيء على رجل المتدرب او حتى المدرب. تمام. فلما بيكون مرتدي الشيفت شوز الجزء المعدني الامامي بيعمل على الحمايه، ويمكن اللقطه واضحه جدا اهي. طبعا لان الجزء الامامي من الحذاء بيبقى ليه جزء معدن. تمام. انا لو حسبتها حتى الحذاء ده ممكن يقعد مع الطالب الثلاث سنين، يعني حتى لو هو غالي شويه عن الثمن، لكن ممكن يقعد معاه الثلاث سنين، وممكن يبقى يقلل عليه لا قدر الله ضرر معين. لو حاجه سقطت ده ممكن تعمل اذى شديد جدا، وخاصه على الاطراف القدم. تمام تمام. طيب انت حضرتك تفضلت وقلنا ان احنا ممكن نعمل ارشادات وتوعيه للطلاب عن طريق التعليقات. تمام. اللي هي الحاجات المعلقه والتعليمات، وانا يمكن قلت لحضرتك ممكن كمان المحاضرات التوعويه. تمام. هل دي ليها اثر فعلا داخل المدارس ولا اكيد لا؟ اكيد اكيد. المحاضرات نفسها بتوعي المتدرب، بتخليه يعرف حاجات هو ما عرفهاش قبل كده. يعني لما اقول له ان المفروض انك لما تكون واقف قدام متقاب لازم يكون في اضاءه كافيه، لازم تخلي بالك تلبس قفاز، لازم تلبس نظاره عشان خاطر لو في اي، الحاجات دي كلها الطالب لازم يكون عارفها، هيعرفها. ممكن الطالب ما يبقاش يعني غاوي قرايه، او حتى لو واخد المناهج دوت على اساس ان هو بيحب جانب الحفظ، لكن لما يكون في محاضرات توعيه دي افضل بكتير وليها ناتج يعني بيبقى كويس يعني. تمام. ممكن حضرتك اشرت النقطة مهمة، هي حتة الإضاءة. يعني احنا لو قاعدين في جو فيه إضاءة عادية، أحيانا بعض الآلات والماكينات تتطلب لها إضاءة أعلى بالظبط من الإضاءة اللي موجودة، ولذلك بيبقى هي ليها إضاءة خاصة بيها بالماكينة نفسها، وحتى ما ينفعش إن أشتغل وتكون الإضاءة دي يعني مفصولة، يعني فاصل الإضاءة دي، لابد من إيه وجودها، حتى إن أنا بحافظ على النظر عشان ما أعملش إرهاق. أنا ممكن يبقى شايف بس هو بيعمل إجهاد للعين. تمام. أنا عايز يمكن الصورة اللي جاية واللي بعديها كمان هي بتبين مدى التزام، يعني هنشوف، شوف الصورة ديت مدى الالتزام السيفتي القاعدة أمام طاولة العمل. تمام. والصورة كمان اللي بعديها هي بتدي نفس الإيحاء، يعني نشوف، يعني انا بعتبرها كده حاجه جميله قوي. جميله جدا. الطالب بالظبط يعني ملتزم بكل شيء، السيفتي، وبعدين القفاز، المرياله، الخوذه، الواقي للوجه، كل حاجه. يعني انا اعتقد ده بيبقى جزء كبير جدا لتخفيف الاصابات. تمام. طيب اسمح لي برضك، التمديدات الكهربائيه الخاصه بالالات والمعدات مش دي تعتبر برضك لو تمام. تم الاهتمام بيها؟ تمام تمام. يعني يعني ساعات بنخش منشآت بنلاقي الاسلاك مرميه على الارض، واخد بال حضرتك، معموله كده من بره كده بمسمار صغير ولا حاجه، قبل انها ممكن تكون متنيه على اساس ان التانيه ده هي طبعا ممكن تسبب مشاكل بعد كده. طبعا الحاجات دي كلها عامل يعني خارج معامل الامان خالص. طيب وبنقول ان برضك يمكن الصوره الجايه هتوضح ده، ان داخل منطقة عمله، يعني سواء الطالب أو مجموعة الطلبة داخل المنطقة، يعني حضرتك شوف الأسلاك المرمية على جنب. تمام. طبعا كتير هتسبب مشاكل، وهو بيشتغل في عملية لحام. تمام. يعني لاحظ حضرتك هو شغال في عملية لحام. وبالتالي ممكن لا قدر الله يحصل اشتعال لأي حاجة، أو لو في حتى في ورقة تساعد على الاشتعال. يبقى احنا بالجانب ده برضك احنا بنقول منطقة العمل نفسها مهم جدا جدا. تمام. ان هو يبقى ايه فيها نوع من انواع الترتيب والتنظيم، بحيث ان انا اقلل المخاطر بتاعه العمل. تمام. شوف برضك اللقطه اللي بعديها تسمح لي، لان دي ليها اشاره. هو شغال طبعا بماكينه الحجر. شوف حضرتك الشرر اللي طالع. تمام. وفي ستاره طبعا ضد الحريق طبعا، بحيث ان هي يعني ما يحصلهاش اي حاجه، وفي نفس الوقت هو ملتزم بالزي اللي هو لازم عشان خاطر العمل اللي بيقوم بيه. انا يمكن بقول لا قدر الكارثه ان يكون اتجاه خروج الشرر في اتجاه ماده قابله للحريق وما خدش باله، سواء الطالب او المدرس مع احترامي. تمام. يعني هي دي المشكله، ان ممكن انا عايز سرعه انجاز للوقت. تمام. لكن ما بصيتش على المنطقه وامنتها. يعني الحته دي كتير بتغيب عننا. تمام. ان انا هشتغل في حاجه هيطلع منها نار او شرز او غيره، لازم امن المنطقه، ان الشرز ده هيروح فين واعمل له بعد امني. يعني المفترض حتى الشرز ده بيصل ليه لستة متر. تمام. يعني حسب قوه الشغل وقوه الجهاز بيصل من متر لستة متر. طب انا مأمن المنطقه ديت بحيث لو عندي حاجه قابله للاشتعال في الحاله دي انا غطيتها او شلتها
او خليته هو ان نقلته بالحاجه اللي هيشتغل بيها في مكان امن. تمام، واخد بال حضرتك يعني. حته كمان يا باشمهندس، ان يكون في طلبه كتير مع بعض، مش ده ممكن يؤدي الى الاصابات ما بينهم او نوع من انواع الهزار يهزروا؟ مش كده؟ تمام تمام، عايزين نلقي الضوء على الجزئيه دي لو سمحت. يعني هو بالنسبه للقوه الاستيعابيه للمكان اللي هيتم فيه التدريب، لازم ان هو يعني انا لو عندي 10 طلبه او 20 طالب، لازم يكون المكان نفسه يتسع ل 20 طالب، بحيث ان مثلا ال 20 طالب دولت هياخدوا مكان معين، المكان ده هو يكون مكان جنب بعضه، في بس كده اماكن يقدر الطالب يتحرك من خلالها، في مكان يقدر يقف فيه المتدرب، لو الطالب هينتقل من مكان لمكان ينتقل بسلامه وامان، ما يبقاش فيه اي مشاكل خالص، ما يخبطش في اللي جنبه، ما يأذيش، حتى التحدث نفسه المفروض لو انا عندي مثلا كذا معده جنب بعضيها، المفروض لو في اتنين طلبه واقفين جنب بعضيهم، حتى لو اتكلموا اللي جنبيهم يعني يكون في فاصل كده هوت، بحيث المدرب نفسه لو اتكلم ان هوت اللي جنبه ما يعني ما ذهنه ما ينتقلش ليه. ما في تداخل بالظبط كده، فيكون في يشرد يحصل حاجه لا قدر الله. بالظبط بالظبط، فلازم المكان يكون واسع، يعني لازم المكان يكون واسع. طيب اسمح لي، احنا الصوره اللي بعديها هتبين لي هنا طبعا. تمام، يمكن جميل، شوف حضرتك جميل، التنظيم جميل جميل، وزي ما احنا شايفين كده هوت في مصفى، بحيث ان لو في اي ميه او اي حاجه موجوده اللي احنا بنسميها المجرى الارضيه. تمام. لكن انت شوف حضرتك الاصطفاف بتاع الماكينات بالظبط، يعني انا بعتقد ان جزء من تنظيم الماكينات داخل الاقسام هو له قدر كبير في تقليل الحوادث. تمام، ولحضرتك في ناس ما بتهتمش بالجزء ده ولكنهم في غايه الاهميه. ولو حضرتك برضو ده يعني بصيت كده هتلاقي الاضاءه، شوف الاضاءه عامله ازاي، يعني اضاءه جامده، بحيث ان المتدرب نفسه حتى يعني يبقى واقف كده هو شايف الحاجه يعني شايفها بوضوح. تمام. طبعا احنا يعني بنتمنى ان احنا لما بنلقي الضوء على الحوادث اللي هي ممكن يكون الطالب نفسه متسبب فيها، واحيانا ممكن يكون مدرس بدون قصد تمام متسبب فيها، احنا الهدف في الاخر هو التقليل. تمام. احنا لا ننتقد، احنا عايزين نسلط الضوء على حاجه معينه، بنقول يا جماعه هنا في خطر. تمام. خدوا بالكم اللي بيحصل ده او الحوادث دي او الاصابات دي نتيجه كذا. تمام. فخدوا بالكم، فاحنا عايزين يعني احنا الهدف كله في الاخر هو التقليل من نسبه الحوادث. تمام. او على الاقل كمان انا للاسف بنلاقي كثير من الحوادث تحدث داخل المدارس ويتم التغافل عنها او يتم تخبيتها. انا بقول ده خطأ لسبب. ليه؟ انت لما تعرفني ان حصل حادث انا هقدر ابحث في اسبابه واقدر اشوف الموانع بتاعته. تمام. لكن لما تتغافل عنه وتخبيه عني، انت منعت ان انا الحادث ده انا اعرفه وادرسه وبعدين ابتدي اتكلم على غيري اقول له خد بالك ده ممكن نتيجة كذا يحدث كذا. وده طبعا من ضمن الاهداف بتاعة السلامة المهنية. بالظبط. انا يمكن هل حضرتك تتفق معايا في المعنى ده؟ تمام تمام تمام، خد بالك. طيب يعني حضرتك كنت اتكلمت على المساحه. انا كثير من مدارسنا دخلت اقسام متعدده، ما فيش يعني تناسب ما بين بالزبط. الالات والاعداد ما فيش تناسب خالص. ديت ناتجه طبعا على ان الطلبه كتير، واخبر حضرتك، وبرضه المدارس قليله مش كتير. تمام. يعني لكن اكيد ممكن يبقى ليها حلول. تمام. ممكن يعني كاداره مثلا، كتكوين اللجان السلامه، بحيث يتم الحلول مع الجهات المعنيه. الجهات المعنيه اذا كان التجهيزات، اذا كان الدورات اللي هي المناهج، وطبعا السلامه المهنيه مع الصيانه. تمام. بحيث ان هي يتم التعامل معاها. طيب انا عايز اشوف اللقطه اللي بعديها كده ونشوف يعني شوف. ده جميل جدا. كمعمل كمبيوتر عدد الطلبه كلها قاعدين في مكان معين وفي مساحه كبيره جدا. المساحه اللي في النص بحيث ان المدرب يقدر يقف. انا يمكن هنا باشمهندس لفت نظري كمان ان مفيش عوائق في الطريق. تمام. يعني بحيث ان الطالب بيقوم باريحيه يروح يتحرك. للاسف انا بجد بعض الاماكن في معامل في حاجات بتبقى محطوطه في الطريق. في الطريق بالظبط. ممكن لو شال حاجه يعني يحصل تعثر فيها. صح ولا لا؟ بالظبط كده. يعني للاسف دي من الحاجات الظواهر الواحد بيحاول يتحدث بيها مع الناس ولكن لسه
تمام لسه. دي تبقى طبعا يعني حاجات فرديه يعني، يعني لما يكون مثلا واحد ماسك معمل زي معمل كمبيوتر المفروض ان هو بينظم الاجهزه بتاعته بطريقه معينه. المساحه اللي في النص يعني انا دخلت معامل مثلا ممكن يحط دكك في النص كده اهوت بحيث طب ده يا ريت دكك، والكلام ده ده يا ريت دكك. انا للاسف وجدت السوكيكات بتاعت الميه جنب جهاز الكمبيوتر، واحيانا بلاقي الميه وبلاقي الشاي وبلاقي الوصلات غير امنه. يعني المشكله حضرتك جهاز الكتروني موجود وجنبيه ميه، جنبيه ميه، جنبيه شاي، جنبيه وصله كمان مش مظبوطه، يعني الوصلات نفسها مش مظبوطه بجانب ان التحميل على الوصله حاطط كذا فيش في مكان واحد. يعني هل حضرتك الجزئيه دي ايه تعليقك عليها؟ لا طبعا ده حاجه خطيره لما احط جهاز كمبيوتر واحط جنبها كوبايه ميه حتى، يعني حاجه صعبه جدا طبعا. يعني الاجهزه الكهربائيه انا طبعا احنا كان نفسنا يكون الوقت اكتر شويه. في النهايه احنا بنشكرك باشمهندس ياسر على المعلومات القيمه، اتمنى المشاهدين الكرام يكونوا استفادوا. طبعا احنا يا دوبك احنا بناخد تغطيه بسيطه لان كل مجال لو دخلنا اتكلمنا عليه بيبقى عايز استفاضه شويه، ولكن احنا بنسلط الضوء بقدر ما نستطيع على اماكن عندنا داخل التعليم الفني عشان نقول تنبيه يا جماعه في ممكن يحصل في المكان ده خطا ما ويؤدي للاخر لا قدر الله الى كارثه. نتمنى نكون ان شاء الله المعلومات اللي تناولناها مع حضراتكم ان شاء الله تكون افادتكم، والى ان نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. نتركه في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.